بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مع الدرس الرابع بعد المئة الثالثة من سيرة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، بعد الانتهاء من مهمة إرسال الرسائل للملوك ولعظماء أهل الأرض تنفيذا لوعد الله بعالمية الرسالة، لابد الآن أن ينطلق النبي في شهر ذي القعدة من السنة السابعة لتأدية عمرة القضاء أو القضية أو الصلح، عندها واحد أربعة هذه الأسماء، تنفيذا لبنود صلح الحديبية، والتي من ضمن بنودها أن النبي لن يدخلها هذا العام، ولكن يدخلها العام القادم بشرطين أساسيين. الشرط الأول أن يدخلها بغير سلاح إلا السيوف في الغمد، والشرط الثاني أن لا تتجاوز مكوث الصحب فيها 3 أيام ثم يبرحونها ويتركونها. إن هذا الشرط متفق عليه، ولذلك سميت هذا العمرة اسمها عمرة القضاء وعمرة القضية وعمرة زيد الصلح وعمرة الصلح، عندها تقريبا 4 ديال الأسماء. إذن فانتدب النبي صلى الله عليه وسلم جميع أصحابه الذين شاركوا في صلح الحديبية، وشحال كانوا؟ 1400 حتى 1500، ولكن هذه المرة وشحال مشاو؟ إذن كل أهل الحديبية انتدبهم النبي صلى الله عليه وسلم للقيام بعمرة القضاء، لأن مسألة القضاء تهم جميع من ذهب في الحديبية. ولا الذين ماتوا أو استشهدوا في خيبر أو لا ماتوا، لكن العدد وصل 2000 رجل. إذن ولات 2000 تقريبا، مش حيزادوا 600 ولا، عدا النساء والأطفال، مشاو محتنس هذول حساب غير الرجال، 2000 غير رجال، فيهم جيت 1400 حتى 1500 ممن شارك في الحديبية، والآخرون إن شاء الله من المسلمين الجدد غير النساء والأطفال، يعني مشاو حتى النساء والأطفال. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم يسوق 60 ناقة وضع لها الخطام. يعني أن بكري كانوا الناس باش يعرفوا بين السيد غادي يمشي يحج، واسمو يدير النوق، واسمو يدير لهم يقلدها، واسمو هو ما معنى التقليد، واسمو يدير لها في العنق، واسمو ها يدير واحد الربق علامة، حتى إذا التقى شو يعني العرب واخا في الجاهلية كانوا يعظمون حرمات الله، إلا صبوك الدي الجمال ولا البقري وقد قلدتهم يتركونك، لا يعتدون على مالك ولا يعترضون سبيلك ولا يصدونك عن بيت الله. المشركين عباد الله، كان الجاهلي من العرب إذا رأى قاتل أبيه في حرم مكة أو بيت الله ما يدير له والو حتى يخرج من الحرم. شو الناس شو. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ب60 بدانة، وخرج عليه الصلاة والسلام بسلاح كثير، سلاح كثير، يا رب يا رب يا رب، وجعل على السلاح سيدنا محمد بن مسلمة على رأس كتيبة من 200 مجاهد من الصحابة، وجعل على المدينة خليفته أبو رهم الغفاري. كل مرة النبي صلى الله عليه وسلم يستخلف رجلا يقوم بشؤون الدولة في العاصمة في المدينة، كل مرة يختار شي واحد يدربهم على المسؤولية، هذه المرة اختار أبا رهم الغفاري. إذا النبي صلى الله عليه وسلم خرج على رأس 2000 من الرجال وكتيبة معها سلاح كثير،
من 200 رجل على رأسهم محمد بن مسلمة وستين بدنة نتاع النبي صلى الله عليه وسلم، هذه غير ديال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجعل عليها إن شاء الله تبارك وتعالى ناجية بن جندب الأسلمي، ناجية بن جندب الأسلمي رضي الله عن صحابة رسول الله أجمعين رضي الله. الله الآن إن شاء الله هذا هو المعطيات في شهر ذي القعدة زيد 7 للهجرة. الآن نمشيو لانطلاق النبي، يخرج النبي الآن مع الصحابة، الله أكبر. تخيل معي النبي صلى الله عليه وسلم الآن يعطي انطلاقة خروج صحب رسول الله رضي الله. فإذا بهم يغتسلون لأول مرة، بقوا يعرفوا الآن المناسك نتاع العمرة، ويلبسون لباس الإحرام ويلبون ويخرجون مكبرين أصواتهم يتردد صداها في الهضاب والجبال. الله 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 الله، على صحبة طيبة كريمة، لا إله إلا الله محمد رسول الله. وإذا بهذا الجيش يلفت انتباه القبائل التي يمر عليها، فيخرج العرب والأعراب ليروا لأول مرة بداعة العبادة التي جاء بها النبي. الله أكبر، لأول مرة كشفوا الإحرام وما كانوا يطوفون عراة. ويرون كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بالنسك في نظام وانتظام، فيالق قادة رايات، لكن ما يسوي بينهم ويوحدهم هو ذلك لباس ديال الإحرام الذي أدرجوا فيه وصاروا يكبرون ويهللون في اتجاه مكة. فطار الخبر إلى مكة، رب يا رب يا رب. فهرعت أعين المشركين إلى مكة فتقول محمد يغزوك، محمد جاء بجيش عرمرم ومعه سلاح كبير وجاء ليهجم عليك. فقذف الله الرعب في قلوب المشركين، فصاروا يضربون كفا على كف، ما عهدنا محمدا كبيرا ولا صغيرا يغدر. يعني ما معنى هذا الكلام؟ ما معنى الكلام؟ مشاو خافوا، ربي يا ربي. خافوا يا ابو قريش، صافي حطت الكواري، ما بقى لها الآن أي نفسية مستعدة لمواجهة النبي عسكريا. لا إله إلا الله. شوف الإسلام لابد أن يثبت وجوده بالقوة، ما كاش زعاقة. أقسم بالله لن يمكن الله لهذا الدين إلا باتخاذ أسباب القوة، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. السؤال الآن، لماذا خرج النبي بهذا السلاح الكبير وقد واعدهم في صلح الحديبية أن لا يدخل إلا بالسيف في غمده؟ علاش؟ علاش ألواش؟ علاش؟ تعلموا تعلموا. علاش؟ لأنه لا عهد للمشركين، لا عهد للمشركين. عندك تنسى هذه، استنى بسنة رسول الله. ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. حضر راسك، حضر راسك مع المشركين، ماشي تقول عندي معاهدة. أما راكش مع المؤمنين، راك مع المشركين، حضر راسك. ولذلك كان هذا عامل ردع حاسم، مهد لفتح مكة بدون قتال. هذه المسألة نتاع ان ندس سلاح بزاف. فلما علمت قريش انه جاء بكل هذا السلاح، ارسلت اليه مكرز بن ابي حفص، وهو من المحاورين والدبلوماسيين الذي كان يتفاوض مع النبي في الحديبية، هو اول مرسول. فجاء إلى رسول فقال يا محمد رضي الله، ما عهدناك كبيرا ولا صغيرا تغدر،
ما جربنا عليك الغدر قط. لماذا أتيت بكل هذا السلاح؟ أتريد أن تقتحم حرم مكة بالسيف؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا عند عهدي لن أدخل إلى مكة إلا بالسيوف في غمدها. فلما وصلوا إلى نقطة يأجج قريب من مكة عند مر الظهران أمر محمد بن مسلمة مع 200 من رجاله والسلاح أن يظلوا هناك ولا يدخلوا مكة بذلك السلاح حتى يأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له شوف بس احنا عنده الوعد تاعنا. تعرف مين قال له رحنا عند الوعد تاعنا واسمه دار ميكلز ولا ما تعرف؟ تنفس الصعداء ولم يناقش النبي، بل رجع مسرعا على التو ليخبر المشركين أن محمد على عهده وأنه سيدخل كما تفاهمنا في صلح الحديبية، السيف في الأغماد وكل شيء تاقو، كل شيء تاقو، لأنهم عارفين بيصلى الله عليه وسلم قال شيء حاجة. سبحان الله سبحان الله، كان بالإمكان عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتنم هذه الفرصة ياك من اللي خافوا ياك، فيهجموا عليهم ويدخلوا مكة ويقضي على المشركين ويدخل شلطة بفاتحا منتصرا. لكن هذا ليس من شيمة محمد صلى الله عليه وسلم، وليس أبدا من أخلاق من تخلق بالإسلام هذا النظام الرباني البديع. لو كان قائدا غير محمد، لو كان دينا غير الإسلام، لفعلوا ولا زالوا يفعلون ويغدرون. اليوم ما زال ما جفش الحبر، لا لم يجف حبر الاتفاقيه ولا المعاهده، وتولي لك اسرائيل من الدقوق ما كانش. اذا هم يقتنصون الفرصه فقط عبر المفاوضات حتى ترتخي وحتى تغفل عن سلاحك فيفعلون ما يريدون بك. فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة، الله، ملبين وهو على ناقته القصوى. تعرفوا هذه الناقة تاع القصوى منين جات ولا ما تعرفوش؟ منين جات الوحش؟ ايوا قولوا ان الله يهديكم. ها؟ اي ها؟ مصر المقوقس. اي هذه ان شاء الله الهدية تاع المقوقس. هيا بدات تخدم الناقة تاع القصوى. دخل النبي على ناقته القصوى إلى مكة، زيد، والصحابة يحيطون به من كل جانب مصلة السيوف، لأن يتحسبون لكل غدر. وبين يدي رسول الله عبد الله بن رواحة وهو يرتجز شعرا يثني فيه على رسول الله ويحمد الله على نعمة الهداية، ينظمها شعرا. فقال عمر: يا عبد الله، أفي حرم الله وبين يدي رسول الله تقول الشعر؟ يريد أن ينكر على عبد الله بن رواح. عمر كنت عارف عمر، الصحابة محيطين برسول الله وعلى الناقة نتاعه بصلة السيوف في غاية اليقظة، متحسبين لكل غدر يمكن أن يصدر من أي إنسان في أي نقطة. وعبد الله بن رواحة أمام القوم يرتجز شعرا، وعمر يقول له: يا عبد الله، أفي حرم الله وبين يدي رسول الله تقول الشعر؟ قال: ما هي عمر، ما هي عمر؟ لكلامه أشد عليهم من نضح النبي، لشعره الذي يرتجزه سلاح فتاك أفتك من النبال والسيوف في أجسادهم. اتركه اتركه، الحرب الإعلامية، الحرب الإعلامية لإحداث الهزيمة النفسية في أولئك. الإعلام دائما يسبق أي انهزام أو انتصار، فالمعركة قبل أن تحسم عسكريا تحسم ثقافيا ونفسيا. من الذي يقوم بهذا الدور؟ الإعلام.
لابد للأمة أن يكون لها إعلام مستقل، إعلام يخدم القضية، إعلام يبدد الشبهات، إعلام يعزز الثقة في الأمة، إعلام يقوي إيمان الأمة، إعلام يقذف التفاؤل في قلوب الأمة بوعد الله بنصر الأمة. إذن عبد الله بن رواحة هكذا كان يفعل. أما المشركون فنصت الاتفاقية أن في الأيام الثلاثة يخلون مكة، يخرجوا منها، فيمشوا إلى جبل قيقعان، فوقفوا على رأس الجبل وهم ينظرون إلى محمد وهذا النظام وهذا النوع من العبادة الجديدة والنسك وطريقة تأديتها من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن الكفار دائما يعجبهم أمر لا بد أن نشير إليه غاية في الأهمية، واسمه هي أنهم دائما يمنون أنفسهم، وخاهم ما قدروش يصدقوا ذاك الشيء، ولكن يبغوا يمنون أنفسهم أنهم إن شاء الله أن المسلمين واسمه سيتركون دينهم سينهزمون كذا كذا. فأشاع كبراؤهم في المشركين أن محمد وأصحابه طلعوا على الجبل وانظروا إليهم سيأتون وقد قتلهم الوهن والتعب ثم استنزفهم مرض الحمى التي أصابتهم في المدينة. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه جاي ميتين، جاءوا ميتين، الحمى لم تترك فيهم أثرا لقوة، فأخبر الله رسوله بما يقول المشركون في مكة، فنزل جبريل فأخبره بما يزعمون وما يشيعون من أباطيل. فلما وصل النبي إلى الكعبة قال عليه الصلاة والسلام أرحم الله زيد من أراهم منه قوة، إياكم أن يراكم المشركون تتماوتون في الطواف فتصدقون بذلك مزاعمهم وتعطون المصداقية للإشاعات التي يطلقها أكابر المشركين بين المشركين في حرب إعلامية تريد أن تجرئ المشركين من مكة على رسول الله وأصحابه. يا حبيبي فأمرهم إن شاء الله تعالى واسمه بالرمل، رمل في الأشواط الثلاثة، أجري أشواط الثلاثة. فقام النبي صلى الله عليه وسلم إلى حجر الأسود لأول مرة فمسه بمحجنه، صلى الله عليه وسلم مسه بمحجنه، وانطلق في الشوط الأول في طواف العمرة ركن العمرة الأول، وبدأ يرمل. ما معنى يرمل؟ هو يجري يجري يقهقه يجري. ثم أمرهم بالاضطباع، واسمه الاضطباع كشف الذراع الأيمن، وهذاك الإحرام على من ديرو؟ على اليسر، ديرو على اليسر وتخليها كذا. والصحابة مفتولي العضلات، أروح نوري لك الوهن كي داير. الجري وقداش نعم سيدي هذيك اسمه إياه؟ اسمه إياه؟ هذيك البطاطا اللي تخرج هنا. ليبرا الله يعطيك إن شاء الله باش تبرا. ليبرا يعني العضلات المفتولة. شو النبي صلى الله عليه وسلم العبادة مع القوة. العبادة مع القوة. الجري وعرم هنا. ألاش تعرم هنا؟ لأن المقصود أن المسلم ينبغي أن يجمع بين قوة البدن وبين الصحة وبين السرعة وبين الوحدة والتماسك وبين وضوح الغاية وبين الانضباط. فبدأ الصحابة يهرولون والنبي يدعو مع كل من أراهم منه قوة ليفشل خططهم الإعلامية التي تريد أن تشيع في المشركين بأن أصحاب محمد قد قتلتهم الحمى وضعاف وميتين ومقهقرين ومكملين. لو كانوا مكملين للاك
ماشي يقضيوا على كل شيء، يقضيوا على خيبر كلها وعلى فدك وعلى أم القرى. وأصبحت دولة المدينة تتاخم في حدودها بلاد الشام، ذيك الجهة تاع الشمال، باقي غير مكة الجنوب إن شاء الله، ويزيد ويزيد اليمن. الله أكبر. فانتهى النبي صلى الله عليه وسلم من طواف العمرة، فقال المشركون لبعضهم البعض: ألم تكونوا قد قلتم وزعمتم أن محمدا وأصحابه أن محمدا وأصحابه تقتلتهم الحمى، وأنهم ضعاف هزال، وأنهم لا طاقة لهم بمواجهتنا، وإذا بأحدهم يجري جري الظبي؟ الغزال هذا، الغزال هذا، هذا اللي جاي من مكة إلى لهنا، وهذه القوة وهذا التنظيم. فأسقط في يدهم، فأفشل النبي بهذا العمل هذه الحملة الإعلامية التي كانت تقصد إلى زرع نوع من الثقة في قلوب المشركين المنهارة أصلا. ثم اتجه النبي صلى الله عليه وسلم نحو الصفا، فوقف على الصفا وتوجه إن شاء الله تبارك وتعالى إلى مكة، فقال: أبدأ بما بدأ الله به، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح أن يطوف بهما. فقال: قولوا، قولوا، قولوا لا إله إلا الله وحده نصر عبده وعز جندا وهزم الأحزاب وحده. من هنا تبدي الهزيمة دي الأحزاب. لا إله إلا الله وحده أعز نصر عبده وعز جندا وهزم الأحزاب وحده. فصار صلى الله عليه وسلم كما تعرفون في سنته في السعي يمشي الهوينة، وإذا وصل بين العلمين الأخضرين حينما ينزل إلى الوادي يريد أن يقلد أمنا هاجر حينما كانت تسعى بين الصفا والمروة تهرول بحثا عن الماء لإنقاذ فلذتك بيدها جدنا إسماعيل عليه الصلاة والسلام. فلما انتهى إن شاء الله في شوطه السابع وقف على المروة وأمر بالإتيان بستين بدنا، فحلق وحلق الصحابة، وقال صلى الله عليه وسلم: ها هنا منحر، ها هنا منحر، هذا مكان للنحر، وكل حرم مكة منحر، هذا منحر مكان للنحر، ولكن كل مكة حرم مكة منحر، أي حيثما ذبحت إذا دخلت إلى حرم مكة. واسمه حرم مكة الواش، واسمه حرم مكة هو المكان المحرم الذي يحرم فيه، واسمه زيد الصيد وتنفير الصيد، قطع الشجر، أيوة، لقط اللقطة، وزيد قتل الهوام والدواب والحمام. فأنت في حرم الله ينبغي أن تعظم حرمات الله بأن لا تعتدي على مخلوق كيفما كان، إلا المسائل اللي راكم عارفينها. خمسة يقتلون في الحل والحرم، شكون هما اللي تقتلوا في الحل والحرم؟ شكون هما غادي يقتلوا في الحرم؟ شكون هما؟ خمسة، شكون هما؟ العقرب والعقاب والحدأ والغراب والحية والكلب العقور. هذيك الحدأ والغراب والأخر هذاك اسمه صنف واحد، صنف واحد تاع الطيران، هذاك الطائر الجارح، لأنه يمكن أن يسبب الأذى ويمكن أن يعتدي في بلاد الله الحرام على الحمام وعلى الأخر، فلا ينبغي أن ينفر هذا الصيد. ولذلك الكلب العقور
والأفعى والعقرب والحدأة. الحدأة هي لك اللي يقولوا له بن عميرة، كي تقولوا انتم بن عميرة الحدأة، وكاين العقاب، كيف نسموه ذاك العقاب؟ واسمه العقاب بحال النسر، النسر العقاب، العقاب هو النسر. وكاين الغراب، وكاين الفأرة. الفأرة كاينة ولا ما كاينش؟ الفأرة كاينة ولا ما كاينش؟ تقتلوا في الحلو والحرام كاين. إذا إن شاء الله تبارك هذو هما الذين يقتلون في الحل والحرام. إذا فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لهم هذا منحر، هذا المكان تاع المروة منحر زين، وكل حرم مكة منحر. قولوا لي الله يرحمكم الوالدين، مكة إن شاء الله تعالى من الذي حدد حدود الحرم فيها؟ شكون اللي حدد الحدود تاع الحرم فيها؟ 16 كيلومتر منا، 9 منا، 11 منا، 13 منا. من الذي حدد إن شاء الله حدود الحرم؟ الله، الله. جبريل عليه السلام أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن حدود مكة، عن حرم مكة المحرم. والمدينة فيها الحرم ولا ما فيهاش؟ محرمة ولا ما محرمش؟ واش كاين المدينة محرمة ولا ماشي محرمة؟ ها؟ لا، واش المدينة محرمة ولا ماشي؟ عند كاين الحرم المدني ولا ما كاينش؟ كاين. من الذي حرمها؟ رسول الله. مكة حرمها الله، والمدينة حرمها رسول الله. حتى هي إن شاء الله تبارك وتعالى نفس ما في مكة كيف المدينة. على هذيك المواقيت، هذوك المواقيت إن شاء الله تبارك وتعالى، والمواقيت حددهم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بوحي من الله تعالى سبحانه وتعالى. إذا فنحر النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الصحابة ما جابوا شاي ما ينحروا. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم جاب 60 بدنة نحرت، ايوا، والصحابه ما جابوش. فماذا صنعوا ان شاء الله تعالى باش يحلقوا؟ بس لابد يذبحوا، لابد من ان يسوقوا الهدي. واسمو داروا؟ ها ها، وراها الناقه، وراها الناقه. سيد النبي جاب 60 ديالو صلى الله عليه وسلم، والصحابه ما جابوش. اسمه واسمو غادي يديروا؟ لا 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 لا، واحد السيد ان شاء الله تعالى ربي كرمه كان عنده البقري، فاشترى الصحابة منه جميع تلك الأبقار. كان واحد السيد إن شاء الله تعالى في ذيك الوقيتة كان جاب له الله تبارك وتعالى البركة ديالها تاع البقر، والصحابة اللي ما كانش عندهم اتفاهموا إن شاء الله واشتروا تلك الكمية. إذا فحلقوا، وتحقق قول الله لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. دخلوا آمنين ولا ماشي آمنين؟ يا بدوا الاخرين اللي خايفين، أمال المكة اللي خايفين، آمنين لا تخافون، محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، لا تخافون. ولا تخون هي واسمه، هي فعل مضارع، أي أنكم من الآن لن تخافوا. يعني المدينة واسمه استقبلاتكم، دخلتم إليها آمنين. شكون كان يقول بين النبي صلى الله عليه وسلم الذي طرد وهاجر من مكة طريدا فريدا مع صاحبه سيعود إن شاء الله تبارك وتعالى، يدخل مكة آمنا، وكل شيء قريش خارجة برا، خلاو ديارهم ومشوا برا وبقوا يتفرجوا. شكون؟ لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا اله الا الله محمد رسول الله. وهنا امر النبي صلى الله عليه وسلم كتيبه تذهب الى محمد بن مسلمه بيأجوج الذي كان على سلاح، فيأخذون مكانهم، ويأتي إن شاء الله الذين كانوا يحرسون السلاح عند أبواب مكة لكي يقوموا بتأدية مناسك العمرة. سيد النبي غير ذبح وكذا، انتخب واحد 200 أخرى، روحوا قبضوا بلاص 200
والسلاح وحضروا رصانكم والخرين يجيو لكي يعتمر جميع من خرج مع رسول الله. فدخل ذوك 200 في نظام وتكبير وقاموا بمناسك العمرة، فانتهى النبي وجميع أصحابه من تأدية العمرة. الله، ذبحوا ونحروا إلى العنصر. فمكثوا في مكة اليوم الأول والليلة الأولى، ناسوا تما، ثم مكثوا اليوم الثاني، طافوا. واسمو يطوفوا؟ طوف داش النافلة، النافلة، طوف بالبيت. كانوا متشوقين للبيت، لأن الطواف هو أعظم العبادات بعد الفرائض، بعد الفرائض في مكة. تعرفوا سيد ربي نزل 120 رحمة، تنزل صبيحة كل يوم 120 رحمة على الكعبة، 60 منها للطائفين و40 منها للعاكفين. شحال قالت هذه؟ و20 للناظرين. النص داوت طائفين. اللي يمشي لمكة يكثر الطواف الواف، لأن الطواف عبادة لا يقوم بها المسلم إلا هناك، لا يقوم بها المسلم إلا هناك. فأكثروا من الطواف. ولذلك سيدنا بيسبق الطائف، قال طائفين، طائفين والعاكفين أمورهم والركع السجود. يعني الطائفين هما الولا، أمورهم العاكفين، أمور عاد الركع السجود. سبحان الله، الطواف أفضل من الاعتكاف، والاعتكاف أفضل اللي يجي يركع ويسجد ويصلي ويريح ويبقى يشوف. لا إله إلا الله محمد رسول الله. فظل النبي صلى الله عليه وسلم إن شاء الله تبارك وتعالى النهار الأول دار العمرة وباتوا، وغدا ليه بقاو يطوفوا إن شاء الله تعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم ضارب اللوح القبة، قبة نتاع القيادة، كيجلس فيها هو وصحابه ويريحوا وكذا، والاخرين عاودك خيام عند بيت الله الحرام. وباتوا وغدا ليه الثلاثة جلسوا وطافوا. والنهار الصباح تاع الاربع يخصم اسمه يمشي. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ان شاء الله تعالى لا بقي شي وقت، النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يدخل إلى مكة وقع خلاف بين ميمونة بنت الحارث. شكون هي ميمونة بنت الحارث؟ هي خت أم الفضل زوجة العباس، وأخت أسماء بنت عميس، وأخت سلمى زوجة حمزة. اسمهم النبي صلى الله عليه وسلم الأخوات المؤمنات، هذو أربعة، سلمى وأسماء وميمونة وأم الفضل. اسمهم النبي صلى الله عليه وسلم الأخوات المؤمنات، هذا الربعة. اختلفت مع ذاك الزوج تاعها المشرك لوقيتة التي جاءت الأخبار إلى مكة بأن النبي فعلا انتصر على 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 خيبر. وملي كسبت الخبر مشات عند العباس، عند رجل أختها، وأبدت فرحتها وولات مستبشرة عند رجلها المشرك. واختلف قال لها إذا أنت راكي فرحانة بهذا الشيء كذا 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 كذا، فطلقها. فلما طلقها ذهبت إلى بيت العباس، أي بيت زوج أختها أم الفضل، فقالت يا أختاه يا أم الفضل، وددت لو أني تزوجت رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله. فنقلت أم الفضل، كانت عندها 26 عام، لأن الزوج ديالها الأول مات والثاني. فنقلت أم الفضل هذا إلى العباس، فاستحسن العباس هذه الفكرة، فأرسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ميمونة بنت الحارث، أخت المرأة ديالي أم الفضل، أخت أسماء بنت عميس مرت جعفر، أخت سلمى زوجة حمزة،
يوم وانت قال لك هذا النساء الدين واسمه الدين دين خيرة الخلق وحدة ده النبي وحدة ده حمزة وحدة ده العباس واي 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 كيقول لك هذو أفضل الناس في العالمين النساب هذ الأربعة تاع البنات دو خير الخلق لا إله إلا الله وعند رسول الله فالنبي صلى الله عليه وسلم كي قال له العباس يعني أن دائما كان يقول لكم إن شاء الله تبارك وتعالى أن المرأة يمكن أن تعرض نفسها بطريقة على الرجل الصالح ولا أبوها يعرضها على الرجل الصالح إحنا هالمسألة ما عندناش هذه ثقافة مهمة جدا إلا كان السيد قدها ويستاهل لا إله إلا الله وعند رسول الله فقبل النبي والحبيب صلى الله عليه وسلم فأرسل جعفر ولد عمه جعفر ليخطبها فقامت ميمونة من شدة فرحها لما وصلها خبر قبول النبي بأن يتزوجها فقالت للعباس أنت ولي فدخل جعفر إلى مكة قبل أن يدخل النبي للعمرة باش إن شاء الله تعالى كل شيء يكون مرتب فخطبها فقالت وهي تسمع خطبة النبي على لسان جعفر لسيدنا العباس كانت في تلك اللحظة تركب بعيرا فقالت زيد البعير وما عليه لله وللرسول صلى الله عليه وسلم فأنزل الله قوله تعالى زيد وامرأة مؤمنة وهبت نفسها للنبي الله قتل البعير الجمل وما حمل تسمع هذا المثال هي اللي قال الجمل وما حمل لله وللرسول الله أكبر الله أكبر فدخل النبي فذهبت تتملى النبي تنظر إليه وهو يدخل إلى مكة كان قبلته كان تتملى وجه النبي الذي طالما تشوقت لكي تصير شوف اللي عنده شي همة وكان صادق فيها راه يوصل لها الواجب ايه يا اخويا كانت بغات تكون زوجة النبي في الدنيا وفي الاخرة احبابي ابغات تكون في الفردوس الاعلى مع سيدنا رسول الله 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 فنالتها عن جدارة واستحقاق فلما ان شاء الله تعالى صبحوا زين صبحوا الليلة الرابعة سيد النبي بقى جالس فجاء سهيل بن عمرو واحد المشركين مع اللي غادي يسلموا جاو الخيمة تاع النبي قالوا يا محمد اخرج انتهت الثلاث كمل الثلاث خرج بجلافة بسوء ادب فقال سعد بن عبادة عليك ان تتأدب مع رسول والا لا اريناكم ما تستحقون بن عمي حمر فيه على مهلك يا سعد لا تسئ مع من جاء يزورنا في قبتنا هذو ضياف ناس يا ودي يا الحبيب يا الكلاب شو سيد النبي واسمه غادي يقول عليك والله لا الله يصل الله يصل عليك يا حبيبي رسول الله وعلى الكلام كيزويين هذوك يغليو وسيد النبي واسمه قال لهم يغليو قال لهم لولا تركتمونا نعرس فأنا إن شاء الله سأدخل على ميمونة وسنذبح وسندعوكم وتأكلون أكل جميعا مالكم احنا أحباب حضروا العرس يا سيدي صلى الله على الحبيب الله 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 الأخر يغلي ويقول له أروحوا تحضروا الوليمة وي وي قالوا لسنا بحاجة إلى طعامك اخرج اخرج يرجو قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم سنخرج إن شاء الله بتؤدة وبأدب فترك هذا انطباعا في الأول القوة شو الناس الأقوياء كيفاش شو اللي واثق بنفسه واسمه
الاخر يرجف خايف لا يجلس له تما. راه 2000 ابا او راهم يديروا على النبي صلى الله عليه وسلم. اما يب... ما يغ... ما ي... اما ي... ما ي... ما كاش اللي يفوت للنبي صلى الله عليه وسلم. والسلاح معنا راه عارفين باين لا دعوتهم راه ما يبقاش في نيميرو ما يبقاش. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم هلا تاخرنا قليلا، اخبركم انني ان شاء الله خطبت ميمونه بنت الحارث وان شاء الله بغينا نديروا على اسمك كاع عباد الله ننحروا ونجيو وراكم مستدعين كاع ان شاء الله وتجيو تاكلوا وتشربوا. قال له خروج لا حاجه لنا بطعامك. فاذن النبي صلى الله عليه وسلم بالرحيل وخرج النبي مع صحبه وترك هناك ابا رافع خادمه ابا رافع. كل امراه من امهاتنا النبي صلى الله عليه وسلم دار معها واحد هو الذي يقوم بشؤونها حتى تزف الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. رمله بنت ابي سفيان شكون اللي داروا النبي صلى الله عليه وسلم؟ شكون يعقل؟ ها اي نعم. شكون اللي دار عليها؟ شكون اللي جابها ان شاء الله؟ لا جعفر يعني كان هو النائب تاع المسلم باش خطبها. ها شرحبيل بن حسن يوم راك اذا. فابا رهم رضي الله تعالى خادم رسول الله قال له انت تبقى هنا حتى يعني ان شاء الله تاتي بها يعني لا 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 لا. فجاء بها ان شاء الله تعالى بعد ان اصلحت من حالها وزفت الى رسول الله فاصدقها العباس 400 درهم. اللي خلص الصدق شكون؟ العباس بن عبد المطلب 400 درهم. فجاء بها ابو رافع رضي الله عنه الى مشارف مكه. وهنالك بنى النبي قبته قبل الدخول الى مكه في مكان وبنى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعجيب يا اخوان العجيب ان ميمونه وشحال عاشت مع النبي صلى الله عليه وسلم اخر ازواجه وشحال سبعه زيد ذي القعده مشات ذو الحجه مشات راح يعني اسبق وهذا قامت نحسب تاع سبعه عاشت مع ثمانيه وتسعه وعشره شحال عاشت معها؟ ثلاث سنين. فاصطحبها الى المدينه وكانت صوامة قوامة عابدة. استقبلها أهل المدينة بفرح عظيم. وحينما مرض النبي صلى الله عليه وسلم شاء ربك أن يمرض في بيتها. كان يمرض في بيتها. فاستأذن النبي ميمونة أن تسمح له بأن يمرض في بيت عائشة. فسمحت ميمونة لرسولنا بأن يمرض في بيت عائشة رضي الله عنها وأرضاه ورضي الله عن أمهات المؤمنين. وبقيت رضي الله عن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم شوف الوقت بقيت 50 سنة مورا آخر النساء من أمهاتنا موتا قد 50 سنة 51 سنة إلى زمن معاوية تعلم الناس الدين وتدعو إلى الله. ولما جاءها الموت قال النبي أنت لا تموت أنت ما تكونيش إن شاء الله أنت لا تموتين في مكة. وكانت في مكة فخرجت زيد فماتت في المكان الذي عرس فيها عرس بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف المكان الذي تزوجت فيه زيد هو الذي ماتت فيه وهو الذي دفنت فيه صلى الله عليه وسلم. صلى عليها حبر الأمة بن عباس ولد اختها بن عباس صلى عليها صلى على خالته ومعه عطاء بن أبي رباح تلميذه رضي الله عن الجميع. وبهذا إن شاء الله نسدل الستار على أمهات المؤمنين. من هنا تكمل السيرة الحديث عن أمهات المؤمنين. آخر أمنا
هي هذه نوع. نعم يعلم الله. كيقولوا هذه ميمونة هي آخر من مات، يعلم الله يعلم الله. ولذلك إن شاء الله تبارك وتعالى رضي الله عن أمنا ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها وأرضاها، ورزقنا الله تعالى جوارها يوم القيامة. آمين آمين آمين. وصلى الله على حبيبنا محمد.